هذا تلاقينا في اخر محطه تاع الفضول دي ماشي عادي تاعنا اليوم سبيسيال ويماس لنا اليوم وتنك عنده بالك سيناريو تاع الضال عقبه تاعنا ما عندوش علاقه بالويماس عنده علاقه بالجو تاع الجو النسوي صح التعبير اليوم ضال عقبه تاعنا راهي في المنزل وفي العقبه تاعنا لي جوستمون العائله تاعها اللي تسكن فيه عندهم استقبال على دقائق ودقائق لي جاو باش يخطبوا العروسه اليوم عندنا خطبه وعندنا شوفه وعندنا فيزواليزاسيون عندنا سكانر عندنا كذا وبالتالي كل من اميره ريا كل من الكوتش تاعنا وصوفيا هم يوجدوا قبل ما يجوا الخطابه هاي ليكم يما هذو طباطا هذو تحطيها يما تحطيها من الاخر اليوم غير عطيها لهم سيرة هذه كيديها ليكيديها ليكيديها وي يا شغلك ليكيدوها اليوم اصلا تقعد لي بايره فطاني نقول اي ماما توسع علينا الدار شويه تخلينا البلاصه انا بعدا دايت ما باش تفكري ديرو فارغ بزاف الا ليكيدوها اليوم ما فيش تشري وين نروح باش اختك شي غازوز هذوك نروح نجيب الغازوز بهدلي والكيسان هذوك غسلتيهم انا نمزح فيهم نغسلهم ثاني راح الحال او ديك السينما سكريه هذه ديري السكر والسكر وراه القهوه وراح نقعد لهيكا العقبه لا فامي تاع دار العقبه تاعنا فاميليا سبيسيال بحيث ديجا عندنا صوفيا تخدم في لي بومبي وعندها وحده اختهم ثاني تخدم في لا بوليس داخله بري اون دور تري دور جورني دو ترافاي خالتي ما خالتي ما بعدي ليا يما كسرت الماء كسرت باش نطلعوا من شرطه القهوه بس سالكه انتوما بعدي هي قاعدي قاعدي يما هاد البنات كاع حيبوروا لك خاصك تقولي هذه لازم لك يديوها اليوم يا ربي اقعدي خليها عيانه روحي ديري لها قهوه روحي اقعدي بنتي عييتي هاني مانيش كاع مليحه سكتوا عليا ما نجمتش نوصل نعاونك خالتي عاوني انت خيتي محاولة الصعود تاع فريدة اكسترا اوردينار اصبري على خالتي ها هادو ما هادو ماشي كاع هاكي قهوه باش يجوا يخطبوا على بالكم والله ما وقتهم هاكي يضرا هذا الشيء كي داير الله جايبته لنا هاكي مع مرور دقائق هنا نطرحوا السؤال اللي لازم يتطرح جوستومون اميره انتما كنتوا وجدوا روحكم وراي العروسه قبل ما تجيبوني وراي العروسه نستقبلوا دوك على دقائق ضغط ضد ضغط اجت فاميليه اللي خطابه مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم الله يبارك الله يبارك ريكي نعطيك البوكي دوزي الحاجه دوعه دوزي الحاجه طيحي الزلاق العين 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 عادي عادي روحي بالسياسه 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 جوزي جوزي الحاجه جوزي ما ادوبش خلي يما يخد وخد فيها طلعوا الفوق طلعنا الفوق جوزي حاجه جوزي انت كتباني ناس ملاح هذا ورد سمحي لي يا بنتي كتباني ناس ملاح وما على بالي شحا طيحي ورد ولا وش الله يبوني سمعتك مشيتي هذا في اجي صوت غادي تقعدي انت تخطبي بالعجاب هذا ورد هذا يجيب وش راكي يا حاجه راكي معايا انتوما كي راكم مرحبا بكم الحمد لله وش راهم البنات وش راهم البيت الحمد لله راهي عروسنا الزينه الحمد لله هالفا بيت انا شابه والله شابه الله يبارك مازال 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 انا قولي شحال عطيت الكاس لا لا ماشي انا شابه الله يبارك اختي الله يبارك عليها هاكي الحاجه هاكي دوك نشوفوا علينا برك ماشي انا ماشي انا العروسه ماشي انا العروسه ما جاتش اختي هي مخيره فينا هي عندها شباب ولا لا لا هي الحاجه دي في ديك باسكو واقيل واقيل على حساب الزينه راني نشوفو قيل ابن الثانيه هي الشابه الحمد لله هي الشابه كاع فيهم وهذه وهذه وين تسكني ها وين تسكني انت في القصر البخاري علاش وين تسكني هذا بلد عقلك انا بوليس ماشي انت شوفوا العروسه روحي كوزينه روحي حتي روحي هذه لازم نعرفوا وين تسكن ما خدمتيش اليوم واش راكي راكي لا ما ديريش على المريض تعرفي انت يا بنتك لا لا ها الله يبارك والله غير عندكم الزين في الدار الله يسلمك بعد لا ديسكسيون نسويه هذه وين ما تفهم والو كاع يهضروا ميم طون انا لازم نسمعوا السؤال اللي لازم نسمعوه لا كيسيون كي تو وراهي العروسه يا يما
شتي فيك هي العروسة دقيقة دقيقة تدخل هنا لازم يكون فيها تدخل تاع العسكر الجيش الجيش يدخل الجيش دوكا تدخل الجيش يا يما والله والله بنتك والله بنتك والله اليوم